السلام عليكم. راح نبلش بشرح المادة الثانية من مساق الهندسة البيئية. هذا الشابتر أو البارت بيحكي عن الماتيريال اند انرجي فلو، بحكي عن هذا الموضوع. هسا الموضوع الأول كان كيمستري، حكينا كيف الكيمستري وكيف نحسب تركيزه. هسا هذا الشابتر بيكون هو مهم جدا عشان نعرف كيف الملوثات والمياه تنتقل. يعني أنا هسا تعلمنا شو الملوث وكيف نحسب تركيزه وكيف كذا، هسا بنعرف كيف الملوث بينتقل. هسا قبل ما ندخل بالتفاصيل بدنا نعرف كم شغلة. هسا في عندي مبدئين أساسيين بالحياة مهمين جدا، يعني إحنا حياتنا ما بتمشي إلا على هذول المبدأ. الأول اللي هو حفظ الكتلة اللي هو low conservation of mass، والمبدأ الثاني اللي هو conservation of energy. تمام؟ فهتقول لي تمام. يعني أول إشي حفظ الطاقة حفظ الكتلة، هذول الثنتين أنا هذول مبدأين أساسيين بالحياة ما أقدر أعيش بدونهم. طيب شو هذول المبدأين بشكل عام؟ اللي هو تدفق مواد والطاقة على الإيكو سيستم. الإيكو سيستم إيش هو؟ هسه بنعرفه. فأهم إشي إنه انتقال المواد وانتقال الطاقة من وإلى نظام البيئي ايكو سيستم. هذا هو هاي المبادئ الاساسيه اللي انا راح اتعلمهم بهذا الشابتر، اللي هو الماس بالانس والانرجي بالانس. كيف احنا نعمل ميزان يعني او موازنه بالماس وبالانرجي بعد وقبل ما ينتقلوا الى نظام البيئي. طيب شو الايكو سيستم؟ احنا حكينا المواد بتنتقل والى الايكو سيستم. طب شو الايكو سيستم؟ الايكو سيستم اي نظام في مجموعة من الأورجانيزم تتفاعل مع بعضها البعض مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص هذا النظام. يعني بس مجموعة أورجانيزم تتفاعل مع بعضها البعض في نظام فيزيائي معين أو في بيئة فيزيائية معينة، هذا هو الإيكو سيستم. مجموعة أورجانيزم تتفاعل مع بعضها البعض. طيب شو خصائص الإيكو سيستم؟ يعني احنا حكينا نظام بيئي، طيب نظام بيئي شو خصائصه؟ يعني احنا لما بدنا نيجي نحكي النظام هو نظام بيئي، بنحكي انه هي مجموعة أورجانيزم، تمام بتتفاعل مع بعض البعض، بس بتتفاعل مع بعض البعض وخلاص؟ لا، في خصائص لازم تكون فيه. اول اشي varied in size، يعني ممكن يكون بحيرة كاملة، يكون البحر بحيرة صغيرة تركي، يعني البحيرة او البحر اشي كبير فهو مختلف في الحجم. ثاني اشي الماتيريال والانرجي بتدفقوا بهذا النظام. يعني انا ما في عندي نظام مثلا هذا النظام، في عندي انه طاقه فاتت ما بتطلع، لازم تفوت ولازم تطلع. الانرجي والماس بفوتوا بيطلعوا. في ثالث شيء انه هو اوبن سيستم، يعني مفتوح. يعني احنا لو بدنا نيجي نكتب الهاي فاري ان سايز، اثنين ماتيريال and energy flow within the system. ثلاثة هو open system. يعني open system، open system يعني الماس والانرجي تنتقل من نظام الى اخر، الكتلة والطاقة تنتقل من نظام الى اخر. عندي كمان انه هو closed system، كمان يعني ممكن يكون open او ممكن يكون closed. ننتبه لأسئلة الحفظ جيب لي الاشي اللي مش صحيح، عارف انه هو open و closed، حكى لي open always open او always closed، غلط. إلا بأمثل معينة هسه نحكيها. اول اشي يعني هون الكتلة والطاقة تنتقل، يعني بين قوسين no تمام، هنا كين بدنا بتغيره. والخامسة هو vary with time، يعني هو مع الزمن تغير. فلما هذا الاشي لما الاشي يتغير مع الزمن شو بسموه؟ بسموه unstable. يعني لو جاب لي سؤال صح وخطأ، نظام البي استيبل فول، ممكن يجيب لك عدة جمل يقول لي احدى من التالية مش من خصائص النظام البيئي، بيجي بيقول لك انه
not vary with time أو vary with time بين قوسين stable. غلط، هو unstable. النظام البيئي للإيكوسيستم unstable. طيب شو في أمثلة؟ شو في أمثلة؟ النظام يكون مفتوح ومغلق بنفس الوقت. بقول لك كوكب الأرض، كوكب الأرض هو مغلق ومفتوح نفس الوقت. طيب كيف؟ بقول لك هو مغلق، مغلق بالنسبة للمواد، مفتوح بالنسبة للطاقة. يعني بلاحظ انه كوكب الارض ممكن تيجي عليه اشعة شمسية. تحكي لي صح؟ يعني اشعة الشمس بتفوت لوين؟ لسطح الارض. يعني طاقة انتقلت، فهو مفتوح لكن مغلق. مستحيل امسك كوكب الارض وارمي من عنده مثلا بطيخة، مش راح تطلع، مش راح تطير، مش راح تطلع من كوكب الارض. فاض ايش هو؟ بكون مغلق بالنسبة للماتيريال، اوبن بالنسبة للطاقة. سؤال كثير 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 بتكرر، هذا الشيء كثير بتكرر. كوكب الارض هو الايرث، مغلق للماتيريال، مفتوح للطاقة. تمام تمام. طيب هسه نيجي نحكي مثال بسيط، يعني مش مهم كثير، بس مثال، بس نعرف انه كيف احنا راح نتعامل مع الماس بالانس. طيب خلينا نفوت على السلايدات على مثال، لانه مثال طويل شوي. مثال بحكي لي، مثال على انرجي فلو بشكل عام. بقول لي ادير، بقول لي ادير 25 كيلوغرام تربو نس ماتيريال بردي. هو باكل 25 كيلوغرام، في عندي غزال اللي هو غزال، غزال باكل 25 كيلوغرام مواد عشبيه باليوم، يعني بس باكل 25 كيلو بس. كثير قول لي 20% من هاي المواد هي مواد جافه، 20% جاف و 80% مش جاف. مقدار الطاقه، مقدار الطاقه لها 10 ميجا جول كيلوغرام. ايش دراي ماتر؟ اي متر يعني مواد جافه. يبقى التوتال انرجي هي 10 توتال انرجي، ب 25% ان دايجستد ماتيريال. في عندي 25% مواد غير مهضومه، الغزال ما بيهضمها. قديش بيضل؟ 75% دايجستد. يعني في عندي 25 غير مهضوم و75 مهضوم. بقول لي 80% خسرها، يعني مثلا فضلات طلعت من جسم الغزال 80% و20% ظلت بالجسم، يعني ظلت بالمعدة. بيقول لي كم الطاقة انتقلت جسم الغزال؟ انا عندي غزال اكل مواد صلبة ومواد مش صلبة، والمواد الصلبة لها طاقة. قال لي هاي المواد الصلبة في منها خسرها وفي منها ظلت. طيب اللي ظلت، الجسم اللي ظل، يعني الكتلة اللي ظلت لما تحولت لطاقة، كم الطاقة اللي تحولت إلها؟ طيب بقول لك أنا خلينا نحل حل. قل لي أنا عندي 25 كيلوغرام إيش هاي دراي ماتر، صح؟ أو بشكل عام إيش دراي ماتر؟ كلها هاي التوتال. قل لي 20% هم دراي ماتر. قديش لدراي ماتر؟ 25 20% منها، يعني 0.2. قديش بطل منها؟ 5 كيلوغرام. ممتاز. هسه هاي 5 كيلوغرام ايش دراي متر. تمام. قديش الطاقه تبعت الدراي متر؟ والله قال لي 10، معناته الانرجي تساوي 5 كيلوغرام بال10، ايش بيعطيني؟ 50 ميجا جول باليوم. تمام. قال لي ايش؟ اللي 75% اللي 75% مالها دايجستد. هسه الان دايجستد شو بدي فيه؟ 25 شو بدي فيهم؟ انا بدي دايجستد اللي انهضم. اللي انهضم كم؟ 75%. 75% من ال 50 انهضموا، يعني 0.75 من ال 50 انهضموا. ايش ضل منها؟ 37.5. قال لي تحول للجسم كم؟ قال لي 37.5 20% فاتت بالجسم، هيها 20% ضلت بالجسم. مين؟
75%، 37.5 قصدي، 37.5، 20% دخلت، ضل 7.5. هو قد ايه بده، قديش الطاقه اللي فاتت بالجسم؟ طيب هسه انا 7.5، 7.5 طاقه، قديش نسبتها من التوتال؟ قديش هي التوتال عندي؟ 50. 7.5 50 8% عندي 15%، عندي هاي اتحولت لجسم الغزال، يعني 15% من الطاقة انتقلت إلى جسم الغزال. شوف إذا أنا محلو، أنا حللت صح ولا لا حسب ما إحنا فاهمين. لي عندي 25 كيلوغرام اتحولت 5. إنرجي كونتنت، قديش الإنرجي كونتنت؟ 10 ضرب 5 50، هذا إشي اتفقنا عليه. لأنه هو ال 25 مش كله بوكلين، مش كل اللي راح تحوله طاقة، لا، بس اللي فات بجسم الغزال، البراي ماتر. قال لي 50 اللي ما انهضموا، 25 واللي انهضموا 75، تمام. 75 عندي 80% انهضموا طاروا، يعني خسرهم فضلات وهيك. 20% ايش؟ فاتوا بالغزال، فال 20% منهم 7.5، ف 7.5 من ال 50 15%. عندي مثال ثاني، مثال ثاني يعني ممكن اسهل شوي. قول لي عندي 2 مول من البنزين، 2 مول بنزين، حطيتها بعينة، عينة فيها، عينة فيها سويل، فيها ووتر، فيها هواء. قل لي تمام. قل لي شو كمية البنزين بكل نظام؟ هذا نظام، هذا نظام، وهذا نظام، هو نظام الهوائي، نظام المائي، ونظام الصلب. 2 مول بنزين فاتت هون، صح ولا لا؟ صح. بيجي جزء من هون، جزء هون، وجزء هون. اللي بقديش أجل هون، أجل هون، أجل هون. إذا الـ H والهنري لو كونستانت بيساوي نص، اللي الـ KD عبارة عن 100. تمام. أنا شو بدي أوضح لك، إحنا شو النظام، شو المبدأ اللي منطبقه؟ بتقول إحنا منطبق مبدأ حفظ الطاقة ومبدأ حفظ الكتلة. طيب إحنا هسا هون عندي 2 مول، فنطبق كتلة. عندي 2 مول، يعني التوتال 2 مول يساوي عدد مولات الهواء نمبر زائد عدد مولات الوتر زائد عدد مولات إيش؟ سويل، السوليد. هتقول لي تمام، عدد المولات شو بيساوي؟ نحن بنعرف انه في عندي قانون ام في في، صح؟ القانون يساوي ام في في، هذا القانون اللي طبقته، هذا القانون عدد المولات بيساوي ام في في، والفوليوم التركيز، الام اللي هي التركيز اللي هي مول كل لتر. من شابتر 1 شايفين شابتر الكيمستري المهم جدا، انه عدد المولات بيساوي الكونسنتريشن ضرب الفوليوم، الكونسنتريشن ضرب الفوليوم بيعطينا عدد المولات. مول لكل لتر ضرب لتر كم بيكون؟ مول. فهسه هون 2 شو بيساوي؟ المولاريتي اللي هي التركيز، الكونسنتريشن، كم تركيز الهواء؟ ما بعرف. قول في اير، ايش في الفوليوم للاير؟ تمام. زائد في ووتر، في ووتر زائد في سويل، في للسويل. طيب هو معطيني الفوليوم، هو كانوا معطيني الفوليوم، خلينا نشوف. معطيني 153 53. بقول له هسه 2 تساوي قديش تركيز السي اي مجهول، الفي للاي 100 زائد تي دبليو مجهول، فوليوم للووتر 50 زائد سي للسويل مجهول، في للسويل كم؟ 3. تمام. عندي انا هاي المعادله، عندي هاي المعادله فيها كم مجهول؟ 1 2 3. في عندي معادلة هون، هاي 2 وهاي 3، ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل. خلص السؤال، خلص. طيب كيف تجيب المجاهيل؟ بعرف انه كيف انه الاتش او تركيز الاير تركيز السوليد تركيز الووتر، كي دي بيساوي تركيز السوليد تركيز الووتر. طيب احكي تركيز السوليد
تركيز الووتر يساوي تركيز فلو دعمية تركيز الووتر يساوي سي ار على 100. حطهم بالمعادلة هاي خلص السؤال. خلص السؤال يعني يحكي، خلنا نمسح هاي، يحكي هسا سي اي بتساوي كي سي اي بتساوي اتش سي دبليو. اتش كم؟ نص نص سي دبليو. احكي لي سي اس بتساوي 100 سي دبليو، عوضها هون نص سي دبليو في 100 زائد سي دبليو في 50 زائد سي سويل اللي هي 100 سي دبليو في 3 تطلع معي سي دبليو، تطلع معي اخر يعني عوض تعويض. خلص خلص السؤال. سي دبليو كم بساوي؟ 0.005. سي اس يكون نص، سي اي تساوي نص سي دبليو اللي هي 0.005. السؤال هذا السؤال مفهوم ولا مش مفهوم؟ راح تقول لي مش مفهوم. ليش مش فاهمه؟ مش عارف. انا بضروري افهمك اياه. انا قال لي في عندي 2 مول من البنزين حطيته بنظام، نظام فيه هواء ومي وصلب، قال لي هذا حجمه هيك وهذا حجمه هيك وحجمه هيك. طيب احنا شو المبدا؟ مبدا احنا هذا الشابتر قلنا بيتهم حفظ الكتله وحفظ الطاقه. طيب احنا بنشتغل على مولات، بنشتغل على حفظ الكتله. حفظ الكتله انا بطبق قانون ام في في بيساوي ام في في. طيب دخل 2 او انه دخل 2 وبده قديش اللي دخل فيهم؟ دخل جزء من الهواء، جزء من المي وجزء من السويل. طيب قانون الام في في، الام اللي هي كونسنتريشن يا سي دبليو سي اس وسي اي، فوليوم ايش معطيني اياه؟ التركيز قديش بدي قديش بجيبهم؟ اعطاني الاتش واعطاني الكي دي. الاتش اللي هو الهنري لو، الكي دي البارتينيك كوفيشنت. تمام. هذا هيك مقدمه عن الشابتر. احنا الشابتر لسه ما فتنا فيه، هي اسئله مش داخله. بس احنا هذا الاشي كان اسمه ماتيريال اند ماس ترانسفير او ماتيريال اند انرجي ترانسفير. طيب احنا احنا بدنا نشتغل على الماس بالانس، بدنا ناخذ من هذا الجزء ماس بالانس. انا كيف بفوت نظام، كيف ملوث بفوت لنظام وبطلع وبضل انه موزون؟ هذا انا هدفي من هذا الشابتر. هذا احنا هسه الاشي بنشرحه. ايش مدة الفيديو؟ لسه 17 دقيقة بس قليل. هذا اسهل شباتر المادة يعني من الكيمستري، بس الوقت مفهوم وبسرعة، مش طويل كثير. هو أنا بالنسبة لي مش أطول من الكيمستري. إحنا نحكي إحنا عن الماس بالانس. ماس بالانس كالي، هذا الإشي هو عبارة عن تحليل تحليل هندسي يعتمد على حفظ الكتلة. شو بحكي لي هذا الاشي؟ بحكي لنا وين الملوثات ممكن تدخل لأي مكان نظام بيئي، وين ممكن تروح. يعني هذا الاشي ماس بالانس، تحليل هندسي اناليسيس مبدأ اللي هو conservation of energy of mass. قال لي بحكي لي وين الملوثات ممكن تدخل على أي نظام بنظام بي، وين ممكن تروح. مثال، أنا فاتح شباك الغرفة، شباك الغرفة مفتوح، حكينا open system، في هواء يدخل. هذا الإشي هو flow in. هو اللي بدخل هو flow in الهواء، flow out الهواء اللي بخرج. تمام. طيب وكمان بدنا نعرف شغلة. هسه هذا الاشي تحليل هندسي، عندي شباك غرفة مفتوح، هواء بدخل وهواء بخرج. شو ممكن يحدث بالهواء اللي جوا؟ راح تحكي لي ممكن الهواء اللي جوا تنفسه. تمام. يعني أنا ممكن يحصل decay يعني حدث تنفس، يعني قليل للأكسجين. حدث decay
طيب ممكن يكون في نبات، ممكن يكون في نبات الغرفة، فهي إيش بتعطيني أكسجين، مش بصير بناء ضوئي، بتعطيني أكسجين. هذا الشيء إيش بسموه سورس. طيب أول خطوة عرفناها إنه لو عندي أنا نظام دخل عليه شيء خرج منه شيء ممكن يحدث له ديكاي وممكن يحدث له سورس. هاي الرسمة بنمثلها رسمة زي هيك، رسمة زي هيك. عندي نظام دخل، عندي نظام خرج، يحدث عندي accumulation، يحدث عندي decay، يحدث عندي source. هذا وهذا arc وهذا accumulation. هذا decay انه طلع من النظام تقليل decay. هنا سورس انه دخل للنظام اعطاني بزيادة. احنا اول خطوة مبدأ الماس بالانس لازم احدد الكنترول فوليوم. اول خطوة هذا التحليل هي تحديد باوندر قوسين كنترول فوليوم. يعني هنا اول خطوه عشان اطبق مبدا الماس بالانس لازم احدد الكنترول فوليوم. انا بدي اعرف على شو بدرس. انا قبل شوي درست على ايش؟ شو على غرفه، صح؟ هي الكنترول فوليوم، الغرفه هي الكنترول فوليوم. تمام، اول خطوه كنترول فوليوم. بعدين ثاني خطوه واحد اثنين، لازم اعرف وين المواد تحرك داخل الكنترول فوليوم. انا لازم اعرف وين المواد تتحرك. انا فاتت وبدها تطلع، طيب جوا شو عملت؟ لازم اعرف صار ديكي، صار سورس، صار في خلط، ما صار في خلط. لو انا دخل ملوث جوا المي خلط ولا لا، نخلط بشكل كومبليت ولا ما نخلط بشكل كومبليت، وهكذا. فلازم اعرف كنترول فوليوم شو هو، احدده. وثاني شيء لازم اعرف شو المواد تتحرك جوا، شو بصير فيها. تمام. طيب لاحظ انه صار عندي اكوميوليشن. اسمه اكوميوليشن، شو الاكوميوليشن هسه بنحكي عنه. هاي الصوره وهذا الشيء المشروح اتوقع انكم فهمتوه وكتبتوه يعني. تمام. هسه بدنا نمسحه مره ثانيه، بدنا نمسحه. Accumulation هو بساوي mass flow rate، أخذناه بالفلويد mass flow rate out بعدين زائد سورس ناقص ديكي. انا النظام حدث له اكوميليشن، حتى انا بعرف انه دخل اشي بدخل موجب واشي بخرج سالب. دخل ماس فلوريت طلع هواء، مش كل الهواء، ممكن حدث هواء تنفس قصدي بناء ضوئي بسبب النبات، ممكن حدث له تنفس صار ديكي. فهي هي معادلة الاكوميليشن، هذا هو الاكوميليشن. هسا ما في سورس بحذف السورس، في ديكي بحذف الديكي. عادة ممكن يحدث وممكن لا. هسا هذا الاشي له عدة معادلات، عندي اكثر من حالة، كل واحدة لها قوانين. اذا مجرد ما تحفظهم وتكتبهم وتفهمهم بتعرف تحل اي سؤال على هذا الشابتر. يعني احنا هدفنا بهذا الشابتر نعرف شو الاكوميليشن وكيف احنا راح نستعمله. تمام. هسا بالرموز انا ما راح اضل اكتب بالهاي زي ما تحكوا انه اكتب قانون زي هيك كتابه، لا رموز. accumulation اللي هو dm/dt هو تغير الكتله بالنسبه للزمن، بتساوي mass flow rate. mass flow rate هو c q في c
كيو اللي هي ان سي سي ان ناقص كيو اوت سي اوت. هسه لو نفرض انه ما في سورس بس في ديكي، ديكي اللي هو رياكشن ناقص دي ام دي تي ايش رياكشن، يعني حدث تفاعل، حدث تفاعل. على فرض انه ما في سورس، اغلب هذا الشابتر اغلبه ما في سورس. السورس بناخذه بالشابتر اللي قبل الاخير بالماده موضوع النمو الجروث. هسا لاحظ انه ماس فلو ريت احنا اخذناه بالفلويد جروث كيو، هذا ايش الفلويد بالبيئيه ناخذ سي في كيو، هذا ايش هي احنا هذا اللي بدنا اياه، هذا اللي بدنا اياه. ماس فلو ريت هو كيو في سي، خلاص عرفوا زي هيك. هسا دي ام على دي تي رياكشن، هذا هو هو تمام. هاي هي المعادلة العامة، هاي هي المعادلة العامة للشابتر، مهم جدا لازم هاي تكون براسك. هسا دي ام على دي تي رياكشن هاي لها هسا كمان تتغير لشيء ثاني، نرجع نكتبها بطريقة ثانية. دي ام دي تي تساوي كيو ان سي ان الكونسنتريشن، سي لي كونسنتريشن كيو اللي هو الفلو ناقص كيو اوت سي اوت ماينس اي سي في. تحكي لي شو بتخبط قاعد، تحكي لي شو بتخبط. هاي رياكشن شو اسمه فيرست اوردر، بهيك انت عجكتنا، انت هيك عجكتنا انا يعني ما عجكتك، انا بدي اجي لك اياها بالعكس، اكتب لك اشياء ضخمه واجي افهمك اياهم واحده واحده لحتى تضل ببالك وتعرف انك انت غلطت بعدين لا انا غلطت انا قاعد بفهم الصح. هسه لاحظ انه كتبت لك معادله. اول شيء كتبت لك اكوميوليشن، شوف كيف جيتك اياه. اكوميوليشن بيساوي فلو n ناقص flow out n minus reaction، بعدين reaction قلت لي KCV، بعدين جيت قلت لي first order reaction. طيب انا عندي second order، عندي zero order، بقول لك فهذا الفيديو راح نختتمه نستعمل المعادلة هاي ل first order و zero order و second order، لكن احنا من هون لنهاية المادة راح نظل نستعمل first order، عشان هيك انا كتبت بشكل رئيسي first order، لكن هذلاك داخلات داخلات محذوفات لا محذوفات. فاحنا هسه شو بدنا نعمل؟ بدي اقول شغله هي دي ام على دي تي للرياكشن وبشكل عام دي ام على دي تي ممكن اكتبها بصفه ثانيه اسمها سي اي في، قصدي الفوليوم، الفوليوم في دي سي على دي تي، لانه الفوليوم الكونسنتريشن يعطيني الماس، الفوليوم في الكونسنتريشن يعطيني الماس او المولات، يعني الماس بشكل عام المول هو ماس تمام. انا اذا الفوليوم كونستنت فبطلع الفي، فبطلع تغير الكونسنتريشن بالنسبه للزمن. من هيك بعد لما صارت فيرست اوردر صار صرنا نحكي طبعا هي دي ام على دي تي التهيب الاصل سالب، عشان هيك في سالب، فحكينا سالب كي تي في، الفي لأنه ثابت برا، سي بعد التكامل، كي والكي هو ثابت، ثابتها راح نحكي عنه، هو first order reaction constant، first order reaction constant له وحدة معينة، له إشي معين إحنا راح نحكي عنه بعدين. هسا إيش first order؟ لو second order بيكون minus k t تربيع في v، لو first order بيكون minus k v zero first وهاي سكند، يعني بحكم لي اس سي، اس سي كم هو يكون فيرست سكند اوردر، لانه سي قوه صفر عباره عن واحد. انا المعادله عندي فيرست اوردر بكتبها زي هيك، لو عندي سكند اوردر بكتبها زي هيك، عندي زيرو اوردر بكتبها زي تمام. فهمتوا اول شيء فهمنا انه عندي ثلاث تفاعلات، زيرو فيرست اوردر، زيرو فيرست سكند، عرفنا انه الفيرست اوردر هيك معادلته.
أسئلة كلها هاي طبها بتصير في في دي سي دي تي والحل كم معطى والوحدات طبعاً شو هم شو كذا أنا راح أشرحهم بالتفصيل أشرح تفاعل الفيرست وتفاعل السكند تفاعل الزيرو وبعد ما أخلصهم بنتهي الفيديو بعدين بنفوت على التشابتر اللي هي حالات انتقال المروج. إحنا أول بارت هو مقدمة والجزء اللي أشرحه هسه ممكن يجي عليه سؤال بالامتحان، أما اللي قبل تبع الغزال وتبع المولات لا يعني مش مهم كثير. عندي هسه أنواع الرياكشن، في عندي زيرو، عندي فيرست، عندي سكند. بحاول أكتبهم زي هيك. زيرو أوردر أنا بعرف إنه دي إم على دي تي يساوي في في دي سي على دي تي. تمام تمام. أنا بعرف إنه constant volume constant volume فايش بيطر مع شيء شو بدي اقول انا هسه dc dt تساوي minus at zero order zero order first order first order dc dt تساوي minus k t هاي minus k v هاي minus k v ما في c عندي بالدور اوردر ما في c minus k c هون ال v الاصل في v هون في v هون لكن شطبو تمام تمام second order second order هسه نجيب كيف حله بس ايش بعمل انا بعمل تكامل بعمل تكامل بطلع عندي بالنهاية بعد ما أكامل أكامل من زيرو بعتذر بعتذر شوي في خلل هون ماينس كي سي نفس الاشي ماينس كي سي بعتبر ماينس كي سي في كي سي في لكن الفي بتطلع مع الفي هسا هاي كي سي قوة زيرو وهاي سي قوة واحد هاي دي سي dt يساوي minus k t هاي بعتذر منها قبل شوي ما كتبتها هاي بدي اعملها تكامل ايش بعمل انا بحط c مع c وk مع k dt يساوي dc على c صح بقول لي هاي تكامل من التركيز الابتدائي التركيز الفاينل وهي من الزيرو زمن زيرو للt هاي المعادلة النهائية شو بتطلع معي مع C تساوي C نوت ماينس K T معادلة زيرو أوردر شو هاي بستفيد منها؟ قال لي عندي تفاعل أساسا رح نحل مثال عليهم الثلاث قال لي تفاعل زيرو أوردر تركيز الابتدائي له كذا الكي له كذا احسب التركيز بعد خمس سنين بتعوض خمسة K ناقص اطرح من C نوت هي الرقم بيعطيك التركيز نهائي هون بعد التكامل بعد التكامل شو بطلع عندي بطلع عندي C تساوي C نوت E ناقص K T إيش first order وبالsecond order عندي واحد على C تساوي واحد على C نوت زائد K T زائد K T second order C نوت تركيز الابتدائي C التركيز النهائي تمام هاي الثلاث تفاعلات وانا لسه ما كملت اشرحهم كمنحنيات انا كيف بطلع معي اشكال تمام عندي هسه زيرو اوردر ممكن يجيب لي سؤال منحنى المنحنى احل المنحنى احل منحنى بقول لي يا سيدي العزيز عندي زي هيك دي هون تايم دي تي هون عندي الكونسنتريشن بقول لي التركيز الابتدائي بكون هيك تمام بعد بقول لي تمام
كان عندي سينوت، هون سينوت، هون السلوب، سلوب يساوي هذا السلوب متناقص ماينس كي. بالتالي نحل المعادلة C تساوي C نوت ناقص كي في تي، تمام؟ السلوب سالب، هاي من هون اجت المعادلة. فممكن يجيب لي رسمة السلوب بيعطيني مثلا احداثي هاي النقطة، احداثي هاي النقطة، انا اوجد السلوب بيعطيني هذا التركيب، بيعطيني مثلا 5، انا بطبق مشان اوجد ال C بعد عند هذا الزمن مثلا C هون، تركيز لما يكون 0 مثلا، او تركيز لما يكون 10. كيف بحسب؟ بحسب السلوب وبحسب هيك. هاي ايش؟ زيرو اوردر، فيرست اوردر، فيرست اوردر. لا لاحظنا، لاحظنا انه ايش؟ لاحظنا انه تي تساوي سي نوت اي قول ماينس كي في تي، يعني اكسبوننشال، يعني رسم زي هيك. اكسبوننشال هذا التايم وهذا الكونسنتريشن. انا مشان احله بعمل له لينيرايزد، يعني انه بعمل له اي بعمل له لينير، بخليه لينير. يكون عندي هون لين السي نوت، هون عندي السالب كي سلوب، عندي هاي لين السي، عندي هاي لين التي. بشكل عام المعادلة طلعت معي هيك. والسكند اوردر، سكند اوردر عند الرسم زي هيك، لانه اقتران عكسي، اقتران هاي. ولو كان عندي هاي سي، هاي سي وهاي تايم، اما لو عملت له عشان احله قلت هاي واحد على سي، قلت هاي تايم، الرسم له زي هيك. وهاي النقطة واحد على سي نوت، تمام 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 تمام. طيب في شغلة حكيتها اللي هي الكي. هسه في عندي كي زيرو، وعندي كي بالفيرست، عندي كي سكند. ممكن يعطيني سؤال طويل اكثر اسطر، انا ما يحكي لي نوع التفاعل ايش هو، ما يحكي لي نوع التفاعل ايش هو. طيب انا كيف بدي احل على اي معادله؟ احل على الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ بقول لك لا، بقول لك في شغله انه كي لكل تفاعل له وحده مختلفه. يعني بقول لك اذا الكي تساوي 5 كذا، بعرف من خلال انه هذا فيرست او سكند او زيرو. الكي تساوي كذا بعرف انه هيك هيك هيك، فانا من وحده الكي بقدر اعرف نوع التفاعل. طيب شو وحده الكي؟ reaction rate constant، الk reaction rate constant شو ماله؟ بقول لك انه وحدة الk بالزيرو اوردر، وحدة الk بالزيرو اوردر تكون ملي جرام على لتر، بالفيرست اوردر بتكون واحد على تايم، وبالسكند اوردر عكس هذيك، عكس الاولى اللي هي لتر ملي جرام. تمام. انا لو اعطاني وحده للكي تساوي نص لدين، ايش بعرف انه هذا فنص فيرست؟ اشوف سؤال زي هيك نص على دي، يعني واحد على تايم. وهون نفس الشيء لو اعطاني هاي تساوي 5، فانا بعرف انه سكند واحد، بعرف انه تمام. تمام. في شغله ثانيه وهي اهم برضه مهمه جدا، يقول لي انه، يقول لي انه الكي فارس امبريتشر، يقول لي انه كل ما اختلفت درجه الحراره الكي بتغير. يعني انا الكي عند درجه حراره 20 مش نفس الكي عند درجه حراره 25، حتى نفس التفاعل. فعشان هيك انا في عندي قانون الكي 2 تساوي كي 1 ثيتا تي 2 اكس تي 1. يعني اضربكم مثال، اذا كانت كي
25 سلسيوس تساوي 0.2 at 30 سلسيوس تساوي 0.1 find k at 40 سلسيوس. مثلا قال لي زي هيك، انا ايش بعمل؟ مباشرة أعرف أنا عند درجة 40. طيب في عندي ثيتا، الثيتا إيش هذا؟ هذا thermal coefficient. أنا هذا كيف بدي أوجده؟ أنا أعطيني ثلاث شغلات، فأنا من ثلاث شغلات بقول أطلع ثلاث شغلات. يعني أنا فعليا بدي أطبق K2 اللي هي K عند ال 40، K40 أحل بالأسود K40 شو بدي تساوي؟ K1 مثلا K عند ال 25 مضروب في ثيتا K2 40 ناقص 25. ال K عند ال 25 معي، شو المشكلة؟ صفت الثيتا، فأنا كيف أجيبه؟ أعمل علاقة بين 30 و 25، 30 تساوي 25 في ثيتا، 30 ناقص 25 كم؟ 5. طيب الكي عند 30 كم؟ 0.1. الكي عند 25 كم؟ 0.2. الثيتا كم تطلع معي؟ مثلا نقول قلت ثيتا طلعت معي 1.2، باجي هون الكي عند 25 كم؟ 0.2. 40 بعرف إيش هي كم؟ 1.2، بحسبها بطلع عندي كي ال 40 40 حسبت. فهمتوا كيف؟ هذا قانون التمبرتشر مهم جدا. في سؤال اسئله كثير كثير بتيجي عليه، تعطيني اكثر من كي مثلا درجه حراره، بقول لك حسب لي ايش يعني درجه حراره معينه. الحين سؤال عليه بتشابتر الجاب. تمام، نحل مثال على التفاعلات الثلاث. قال لي عندي ثلاث رام كل لتر مادة معينة كيميكال. قال لي هذا ايش بالشكل الابتدائي، فبعرف انه هاي سي نوت. كونه قال لي هاي مادة تركيزها كذا، اعرف انه هاي سي نوت. تحلل لمدة 36 دقيقة، تحول لمدة 36 دقيقة، يعني التايم 36 دقيقة. قال لي ظل منها بعد ما تحلل سي صارت كم؟ 0.375 جرام كل لتر. اللي احسب شغلتين، او احسب تي هاف. شو تي هاف؟ تي هاف مجهول بالرمز تي 1 2، يعني تي نص. هو لما يكون عندي سي تساوي نص سي، احسب تي ما تساوي نص سي نوت. تي هاف يعني سي تساوي نص سي نوت. طيب بكل بساطة أنا بقول سي تساوي تي نوت. فرضنا إيش هسا؟ إيش السؤال حكى لي؟ احسب إذا كان زيرو فيرست سكند. تمام، بهم زيرو فيرست سكند. معادلة الزيرو ايش هي؟ اللي سي تساوي سي نوت ناقص كي في تي. تمام، سي كم؟ بده الزمن لما يصير سي بتساوي نص سي نوت. طيب سي ما بعرف كم، سي نوت اعطاني 3 ناقص كي في تي، وبده نص. شو مشكلتي؟ الكي. طيب كيف تجيب الكي؟ اعطاني معطيات اللي 36 دقيقة طلعت هاي. فبقول له انا قبل هذا كله نكتب تحت، قال لي انه صارت 0.375 تساوي سي نوت. كم سي نوت؟ سي نوت 3 ناقص كي في تي. كم تي؟ 36 دقيقة. بتطلع معي كي تساوي 0.729. زيرو اوردر وحدته، بتقول لي وحدته ملي جرام كل لتر. تمام، وحدة شو نوع الأوردر؟ تمام، فهاي الكي بوضها هون صح. سي نوت شو عمل فيها؟ اللي هو احسب لما تي هاف يعني سي تساوي نص سي نوت، يعني هاي خليها كم؟ 1.5. يلا 3 1.5 ناقص 3 سالب 1.5، سالب مع سالب تطير
الذكية عوضها هون بيطلع مع التيهاف، بيطلع مع التيهاف آخر شيء 20.57. فاهمين شو عملت؟ كتبت المعادلة سي بتساوي سي نوت ناقص كي في تي. بقول لي احسب، احسب تي هاف، تي هاف يعني لما سي بتساوي نص سي نوت. طيب سي نوت كم؟ ثلاث. كم سي؟ واحد ونص. طيب ليش واحد ونص؟ لأنه هو طلب لما تكون نصها. ما بدك تحل هيك عادي، اكتب نص سي نوت تساوي سي نوت هيك وبختصروا بعض. انت لا عادي بتكمل بتعوض وهيك. لما كان فيرست اوردر نفس الطريقة، عدد الفيرست اوردر بتساوي سي تساوي سي نوت في اي ماينس كي في تي. هون بوينت 3.75 بتساوي سي نوت كم؟ 3 36 دقيقة مضروب بكي تطلع معي كي تساوي بوينت او 577. ايش على منت؟ ايش منت؟ لانه هو قال لي 36 دقيقة، لو قال لي 36 ساعة بتكون وحدة طول الساعة. لاحظ انه الكي تغيرت، ايش؟ انه هذا تفاعل والتفاعل وحدة وهذا وحدة. هون بروح بطبق سي تساوي سي نوت اي قوة ماينس كي سي بتساوي نص سي نوت، سي نوت اي قوة ماينس كي في تي هاف. صح؟ كي كم؟ هيها سي نوت طلعت مع السي نوت، احكي واحد ونص وثلاث قديش بضل نص نفس الشيء. طلعت تي هاف تساوي 12. سكند اوردر بطبق نفس الطريقة، واحد على سي تساوي واحد على سي نوت ماين زائد كي في تي. طيب واحد على بوينت 3.75 تساوي واحد على ثلاث زائد كي 36 دقيقة تطلع معي كي تساوي بوينت 0.648 لتر ملي جرام دوت. هون بطبق واحد على نص سي نوت تساوي واحد على سي نوت زائد كي تي. كم سي نوت؟ ثلاث. كم سي نوت؟ ثلاث. بطلع معي تي هاف 5.14. لاحظ انه عندي تي هاف حسب نوع التفاعل غير معي هون 20 ونص، عندي 12 هون 5. شو بنستنتج؟ بنستنتج انه السكند اوردر اسرع تفاعل. فلو قال لي بالامتحان ايا اسرع تفاعل بقول لك سكند اوردر، ولكن افضل تفاعل بالعاده هو الفيرست. يعني احنا بالحياه العمليه دائما فيرست اوردر، ولكن اسرع تفاعل هو السكند اوردر. طيب احنا تقريبا احنا هيك خلصنا اول بارت من التشابتر. هناك خلصنا اول بارت من التشابتر. هذا كان مقدمة ركز على تبعت الفيرست والزيرو والسكند. احنا مع الحرف راح نطبق دائما الفيرست، يعني بالفيديو الجاي كله فيرست. اهم اشي يعرف انه الكي وحدة اي تفاعل، هاي زيرو او فيرست او سكند. يعني في عنده سؤال، عندي بي سي هذا الكي له تساوي كذا، وهذا الكي له تساوي كذا وحدة، وهذا الكي له تساوي كذا وحدة، ياهم زيرو زيرو اوردر. بتحل بتشوف هذا شو وحدته، وهذا شو وحدته، وهذا شو وحدته، وحدته بطبق الزيرو اوردر هو الجواب. بقول لك هون الجواب بي سي اي ان ان سي وهكذا. فانت ايش بتختار؟ بتختار اللي وحدته. فايش بكون مثلا سؤال كان جوابه بي بتذكر مش ناسي. ان شاء الله راح نحل الاسئله زي الكيمستري، نشرح نحل امثله لكل موضوع، بعدين بس نخلص كل التشابتر بنحل اسئله كثير عليه. أتمنى أنه هذا الإشي نفهم، لأنه الجزء الجاي هو ما بيعتمد على كثير، بس بيعتمد على معادلة الأكوميوليشن ريت. بيعتمد دي أم على دي تي تساوي فلو ناقص فلو ناقص سورس زائد سورس ناقص دي كي. عندي أكثر من حالة نحلهم بالفيديو الجاي إن شاء الله. يعطيكم ألف.